بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتي MDTV. جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. بفيديونا اليوم يا جماعة حبيت أحكي عن الوضع المأساوي والحزين جدا في إيطاليا بعد ما أعلنت رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس الحكومة الإيطالية بنفس الوقت عن استسلام إيطاليا لفيروس كورونا. فقد ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا جراء وباء كورونا إلى 3405 حالات وفاة، متجاوزا بذلك عدد الضحايا الذي خلفهم هذا الوباء في الصين التي تعتبر بؤرة فيروس كورونا الأساسية في العالم. النظام الصحي يا جماعة بإيطاليا على ما يبدو بهاي الحالة، يعني على الأخبار اللي عم تجينا من إيطاليا، ضعيف كتير، لأنه ما في مؤشرات إيجابية لانخفاض عدد المصابين أو انخفاض عدد أعداد الوفيات بفيروس كورونا، بل العكس، يعني عدد المصابين ارتفاع مستمر وعدد الوفيات ارتفاع مستمر كمان، يعني كل يوم 500 حالة وفاة. يعني آخر أسبوع في شي حوالي 3000، أو عفوا 2200 حالة وفاة خلال أسبوع واحد. هذا دليل أنه النظام الصحي بإيطاليا ما كان منيح ومو منيح حاليا كمان، واستهزاء بفيروس بأوائل ما بدأ الفيروس استهزأوا به. وكانت إيطاليا يا جماعة في طليعة الدول الأوروبية التي فرضت حجر الصحي أولا على إقليم لومبارديا جنوب إيطاليا، وبعدين بعد يوم فرضت الحجر الصحي على عموم إيطاليا. هي في طليعة الدول الأوروبية هي كانت الأولى بفرض الحجر الصحي على عموم البلاد، لكن حالات الإصابة ظلت ترتفع، ما يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وبذلك تصبح إيطاليا الأولى بعدد الوفيات بفيروس كورونا من حيث العدد اللي ذكرناه 3405 حالات وفاة، وتأتي بعدها الصين 2245 حالة وفاة. طبعا بالمناسبة الصين أعلنت انتصارها على فيروس كورونا بعد خلع الدكاترة والممرضين والعمال الذين يعملون في مجال الصحة. وزارة الصحة الصينية أعلنت انتصارها على فيروس كورونا ولم تسجل أي إصابة في آخر أسبوع. ويأتي بعد الصين، إذا ذكرنا الصين، 3245 حالة وفاة، وحاليا وقفت، يعني ما بعتقد راح تكون في حالات لأنه النظام الصحي بالصين قوي جدا على انتصارها على فيروس كورونا. وتأتي بعدها إيران 1284 حالة وفاة، ومن ثم إسبانيا 767 حالة وفاة. هدول الأرقام يا جماعة لحد يوم الجمعة، حد آخر ساعة من يوم الخميس، لأنه اليوم الجمعة لسه ما طلعت تقارير رسمية من دول من وزراء الصحة في الدول اللي ذكرناهم. وكانت أول حالتي وفاة في إيطاليا في 22 فبراير، يعني من حوالي شهر أو أقل من شهر بيومين، ارتفعت الحالات الإصابات المؤكدة إلى حوالي 141 ألف، وحالات الوفاة إلى 3400. هذا دليل أنه كان في استهزاء بالفيروس وتأخير الحكومة الإيطالية باتخاذ القرارات الصارمة والنظام الصحي السيء. إذا وخلال أسبوع ارتفع هذا العدد، كانت بأوائل طلوع الفيروس قبل أسبوع 1016 حالة وفاة، بآخر أسبوع ارتفع، آخر أسبوع 7 أيام، ارتفع هذا العدد إلى 3405 حالات وفاة. ولا تزال لومبارديا المنطقة التي تضم ميلانو اللي كلنا بنعرفها، العاصمة الاقتصادية الإيطالية، الأكثر تأثيرا بالفيروس، بحيث تسجيل عدد الوفيات التي شهدت 2168 حالة وفاة. وأخيرا انتشر فيديو للجيش الإيطالي ينقل فيه جثامين المتوفين من جراء فيروس كورونا بالعربات العسكرية، ومن ثم يحرقونهم، ومن ثم يعطوهم لذويهم القليل من تراب بقايا الجثة المحروقة. في فيديو مؤثر لوزير الحكومة الإيطالية ذكرناه قبل، فيديو مؤثر وحزين جدا، يعني طلع وقال فقدنا السيطرة على فيروس كورونا للأسف. يعني
بهيك وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة، بتمنى الفيديو ينال إعجابكم، وبالأخير أسأل الله العلي العظيم أن يحمينا ويحميكم من هذا الوباء، والسلام عليكم.